قبل اخر راوند بس كان محاضره للراوند وبعدها كام يوم محاضره للدفعه كلها. انت تتابع مع طول الراوند تعرف ايه خمسه انتي دوز خمسه كليبنج ايجنت كل واحد منهم ممكن يجي في امتحان لوحده. اولهم اللي هو البال ايه البال ده اللي هو ايه اسمه خفيره اسمه بريتش انتي لويدز لويدز الغاز الحربي لألمان اخترعوه والبريطانيين عملوا حاجه ضده سموها بريتش انتي لويدز الغاز العلم بتاعه 2 3 داي ميركابتو بروبانول 2 3 داي لان هو مكون من ثلاث كربونات الكربونه الثانيه والثالثه ماسك فيها اس اتش جروب اسمه كده داي ميركابتو داي يعني اثنين ميركابتو يعني اس اتش جروب هذا هو الدراج اللي بيحتوي على 2 اس اتش جروب دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ دي حاجه رائعه ليه ان شاء الله؟ لان انا عارف ان في حاجه اسمها الميتاليك بويزن السموم المعدنيه الميتاليك بويزن دي خطورتها ايه؟ خطيره جدا ليه؟ لانها بتهاجم الاس اتش كونتينج انزايم اي انزيم في الجسم بيحتوي على الثيرويد جروب اللي هو الاس اتش جروب الاقي الميتاليك بويزن يهاجمها ويعمل لها فيروس للاسف هذه الاندماج اسمها فيروس انزايم مهمه جدا للخلايا فانا عارف المعلومه دي اعالجها ازاي؟ ادي للعيان شرب بيحتوي على مش 1 اس اتش جروب لا 2 اس اتش وبالتالي يبقى مغري جدا بالنسبه للميتاليك بويزن. الميتاليك بويزن بدل ما يهاجم الانتفاخ بتاع الجسم يروح يمسك الحاجه الجديده دي اللي فيها 2 اس اتش جروب. ليفنج ماي تيشو انزايم فري. خلاص طريقه رائعه. كده؟ يبقى اسمها ايه؟ 2 3 الكربون الثانيه والثالثه كل واحد منهم فيها ايه؟ 2 اتش جروب. طب الدم تاخره ايه؟ نفس التركيب برضه زي ميركابتو اثنين ميركابتو برضه يعني في اس اتش جروب لكن خلصتلك اكل مش بروبانول زي الثاني خلاص؟ ده ممكن يتاخد اورال هو زيه زي الدم زي الزاد لكنه ليه توكسيك اقل سميه منه. الثالث اسمه ايمتا تركيبه ايه الايمتا ده؟ الايمتا لو سبت زي ما هو كده وحقنته في العيال هموته هيموت 100% ليه؟ معايا ولا ايه يا شباب؟ اه ايه اللي بيلف عليكم؟ اه يلا يا جماعه مش عارف بس الاسره لو حقنته في العين زي ما هو كده هيموت هيموت العين مش عارف بس ماشي يا جماعه ليه؟ لان الاسره ده شرح جدا ويعشق الكذب لو حقنته في عيان هيعمل كليشن يمسك كل الكالسيوم في جسمه يعمل سيفير هايبو كالسيوم فيل وبالتالي هذا الفتنة عمري ما حقنه للعيان غير في صورة كالسيوم دايسوديوم كده اسمه كده كالسيوم كالسيوم دايسوديوم كده يعني بحقنه للعيان وهو شايل الكالسيوم بتاعه عشان ما يبصش الكالسيوم اللي في الجسم يبقى يعني متحمل الكالسيوم من الاول ماشي يبقى ده التركيب بتاعي كالسيوم دايسوديوم. طب الدي بي انسلامين تركيبه ايه؟ زي تقريبا الزر والدمسه لكنه اضعف منهم اللي بيحتوي على 1 اس اتش جروب الاخير اللي هو الاستروسامين تركيبه مش عليه مش مهم. نمره اثنين الاكشن بيشتغلوا ازاي؟ عرفنا بقى البال والدمسه بيشتغلوا زي بعض بالظبط بيعملوا ايه؟ كل واحد يحتوي على 2 اس اتش جروب ها؟ ايه؟ بيشتغلوا ازاي البال والدمسه؟ قلناها هقول لك ايه ده ركز معايا في الدوره. اه البال والدمسه بيشتغلوا ازاي؟ اقول له الايه ده ميتاليك بويزن مو معدنيه اتاك اس اتش كونتينينج انزايم ليدنج تو ديفر سو باي جيفين بيت اور دنتا ويتش كونتين تو اس اتش جروب ده ميتاليك بويزن والاتاك بيل او دنتا ليدنج تشو انزايم يبقى انا كده ايه هنقطع التشو انزايم بتاعتي دول مع بعض يعملوا كومبليكتيز ثيوري يبقى انا خلاص. طب الاكس ده بيشتغل ازاي؟ كده الكلام بتاع زمان بقى صعب ده. الاسنا بيشتغل ازاي؟ الاسنا يعمل كليشن يمسك السموم اللي عنده استعداد او اللي هو بيسموها كده هاير افينيتي فور اسنا زي الكالسيوم يحبها اكتر من حبر الكالسيوم عنده استعداد يجيب الكالسيوم اللي هو ماسكه ده ويمسك فيه وهذه الصفه مش موجوده غير في سم واحد هو الليس الرصاص خلاص. يبقى انا لما احمل العيان كالسيوم بصوت كده لو كان في ليس هو كده ساعتها هيسيب الكالسيوم بتاعه ده ويمسك الليل خلاص. يبقى انا عملت كليشن للليل خلاص. بعد كده الجي بنسلامين بيشتغل ازاي؟ زيه زي البال والدبس هيبقى اضعف. طب الديسبروستامين اخر واحد بيشتغل ازاي؟
السوشيال ميديا متخصص للايرن فقط، ايرن بوزيتيف، والحمد لله ان هو لا يهاجم غير الايرن المضر. الايرن المضر اللي هو ايه؟ اللي هو المخزن عندك في الجسم في صوره، انتوا عارفين الايرن لما بيزيد، الحديد لما بيزيد في الجسم بيتخزن صوره ايه؟ في الريتين والهيموستاتين، مش كده؟ فهو ما بيهاجمش غير الاثنين دول الحمد لله، او يهاجم الفرق اللي هو الثري فيرك ايرن الحديد الزياده، ما يقربش من الايرن اللي موجود في صوره الهيموجلوبين او في صوره التلوث كده، عشان عايزه كده. خلاص؟ ودي ميزه رائعه جدا. اليوزز تعمل كل واحده خلاص بقى، مثال الجولد كلهم قلنا بال جمال الكلام بتاع زمان ده، جولد وانتيوري وميرز واصل كليت، ودلتا مال هي الماده اللي هي الميرفري واصل كليت كلهم مثال الجولد اهو. الاتا مش هتعمل مع مين الاتا ده؟ قلنا الاتا مش كده؟ لكن خلي بالك انا عندي ثلاث انواع من الاتا. سؤال الاتا لو جبت اربع سؤال طويل شويه اتكلم على ثلاث انواع. نوع العادي اهو اسمه كالسيوم دايسوديوم اللي هو ده، وده بيستعمل مع سم واحد هو اللي طيب. وفي نوع ثاني اسمه دايسوديوم اتا، والله بعض العيانين ممكن يسيبوا اتا من غير كالسيوم، هم عيانين ديجيتال، لان عيان الديجيتال بويزنج يكون عنده هايبر كالسيوم، كالسيوم عنده زياده في جسمه، وانا عايز اخلص من كالسيوم الزياده ده، فاديله ساعتها الاتا من غير كالسيوم. في نوع ثالث اسمه دايكوبالت اتا، ده لو ليه انفليشن لتلم السيناميد ده ايه بعدين ان شاء الله. الديب السيلاميد بقى ميركو بليد والثاني اير والثالث. الدول الجرعه بتاع كل واحد فيهم المفروض كفايه جدا عشان تبقى التفاصيل بتاعتهم، كفايه اهم حاجه تعرف ان الاولاني اللي هو البال بيتاخد حقن عضل انت مصر. ما ينفعش انت رابينا، ليه ما ينفعش انت رابينا؟ لان البال بيذوبوه في اويل ستيت. لو حقنت اويل انت رابينا بتعمل فاتن بيوت. ومش زيت عادي خلي بالك، ده زيت بيسموه بينات اويل، زيت الفول السوداني، فول سوداني فول، وبالتالي العيان اللي عنده انيميا فول جي 6 تي دي ممنوع ياخد بالك. خلاص مكتوب عندنا بس معايا ولا ايه؟ جي 6 تي دي ممنوع ياخد الداتا لانه بيعمل لي ايه؟ خلاص اللي هو انت مصدر العيب، يعني لو قلت كده رائع انت مصدر نوت انت رابينا تو افويد فات امبوليشن. حلو قوي كفايه. عايز بقى ترتب وتطلع الاول وما تديش ولا حاجه للصوت، اعرف الدوز بتاعته نعرفها سهله جدا. هو البال اسمه 2 3 طيب الكابتن سوفانول 2 3 خير الامور الوسط ما بين 2 و3 يعني 2 ونص. فالدوز كده 2 ونص مللي جرام في 4 في 2 ثم في 2 في 7. يعني اربع مرات يوميا لمده يومين او كل 6 ساعات لمده يومين ثم كل 12 ساعه لمده 7 ساعات. ماشي يا جماعه؟ طب الدبس بيتاخد ازاي الثاني؟ اورال. لو قلت اورال بس كفايه حلو قوي هتاخد امتياز. عايز تعرف الدوز بالظبط بقى دي اصعب شويه. الدبس بين قوسين مكتوب عندكم اسمها ايه؟ تاكسيمان. دكاتره الدبس زمان كانوا بيعلمونا كده. الاس ده اسمه ايه؟ سوري الدبس اسمه تاكسيمان. كان التكسيد ناجع، التكسيد يعني 10 من 10 فالدوز بتاعته فعلا 10 مللي جرام في الكي جي كل 8 ساعات او في 3 في 5 ثم في 2 في 2 يعني 3 مرات يوميا او كل 8 ساعات لمده 8 ايام ثم في 2 المفروض الدوز اللي في الكتاب يا جماعه بتاعت الانتي دوز اي انتي دوز الدوز هو انا شخصيا لو انا بذاكر مش هحفظ ولا دوز كتاب بس هعمل حساب ان انا هحفظ مثلا 3 4 درجات فاهم او درجتين مثلا في حاجه هتستمتع هاي ار يعني لازم اظبط حاجه انا بعيدها يعني ضربتني السهم الساعه بقول له يعني ده بتتخيل انا ما اعرفش انت بتفكروا ازاي انا بكلم بجد والله انما اللي ما بيجيبش حاجه للظروف لازم الدور بتاع كل الانتي دور هنفرق معاك الامتحان حوالي 30 درجه كتير يعني انا عارف انت بتموتني بسرعه على مدة درجه وبالتالي مش هتفهم يلا يا طب الاتا الجرعه بتاعت الاتا عامله ازاي؟ قلت لكم زمان تخليدا للعربيات القديمه 125 بتاعتي فقلت بسميها 125 نقطه نقطه 1 جرام توايس ديلي فور 5 دايز دايز انترافينس دريب. الديب انسلامين بقى اورال والاخيره انتر مصر يبقى هي بص يا جماعه ايه؟ مرايه في مصر ايه؟ انتر مصر اورال مرايه اورال انتر مصر اورال زي دي والانتر مصر زي دي. لو عندك الكلمتين دول حلوه قوي كفايه عايز التفاصيل بقى يبقى هي الطريقه دي معلش.
بس دي 2.5 حل الامور الوسط 2.3 يعني 2.5 دي فتح تفكير ماكسيمال 10 من 10 يبقى 10 من 10 خلاص بقى العيوب والمزايا كلام فارغ بقى مش مهمه اسئله بقى يلا يا جماعه حل الاسئله بتاعت الجدول السؤال الاولاني Thank you.
لا لسه بس خمس دقايق. خمس دقايق. لا خلاص وقفت في الجامعة. لا لا خمس دقايق. بدأت أقول الأكشن بتاع كل سيمي فيهم هاي مرة عليها بعد
بعد كده وانت الزبادي سبورت مانجمنت هو الاي بي سي العاديه بقى ايه الويل وبريدنج والسي ان اس والسيكريشن وكده. تمام. بعد كده شويه اسئله مش كيس بقى موجوده عندكم في اخر كده بس عشان ايه تجمعات صغيره منشن تو بوينتس ان ذا تاب موجوده في مكان ما في الكتاب ده يعني عايز التبييت كده واحد موجود ايوه في اخر الكتاب بس انا مش لازم بقى هو في اي مره فاهم لكن معايا في الكتاب عايز اقول لك بيجاوب كده بس جوه مع بعض يعني mention two points that have synergistic effect discuss why this is one of them مين هم اشهر في الكتاب ليهم synergistic effect الكحول والباربيتورين خمره لوحدها تعمل depression of the current center بعد كده differentiate between mechanisms of action of two toxins in which antibodies are used as antidotes. هو موجود في شابتر جنرال. طب نخليها في حياتنا الجسمية. لا دلوقتي الصغيرة مش مشكلة، كلام عادي. يلا يا جماعة، قول لي دراج اللي هي antidote. او انت بوت يوز اس اس دو يعني ايه الكلام ده يعني دي خلي بالك رد عشان اعالجها بحقنه الاول بحيوان قلبا يكون انت بوت ضخم الرد انت بوت وحقنها من بني ادم عادي غريبه شويه نعمل الحركه دي امتى مع مين انت بوت يوز اس اس دو اشهر واحد في التاريخ هو الاستاذ بعديه بقى حاجتين تانيين سنيك باي اللي هو سنيك فينوم اللي بتتعبان وانت بوت كلهم من نفس الطريق بس ممكن تقول الاثنين دول اللي بيشتغلوا في الجيلات مثلا نفس الطريق فيلم بتاع التسكير ده بحقنه في هورس فالهورس يكون جواه انت هورس وده عادي السؤال اللي بعد كده فرق ما بين الميكانيزم في الاكشن والتو بويزن تعمل هايبوثيرميا اند نون كارديوجينيك بالمونري ايديما ففي الكلام بتاع نون كارديوجينيك بالمونري ايديما فالمونري كابيلري بتسوي دي كان الاوبيوم والبروتوسيليت دول اصلا اثنين الحاجات دي هتعدي علينا واحده واحده ان شاء الله معلش كان المفروض ما تجيبهاش دلوقتي معلش صوروها دلوقتي خلاص في حاجه ثانيه طيب يا خلاص لا 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 طبعا مين بيقول كده بس يا ابراهيم هو ده عشان نخلص اخر ساعه واحده لان غالبا في حاجه ده عندنا فلوس كده Thank you.
يعني بص الحاجات دي بتفتح الموضوع كده في الجامعه على طول. تاكلايزيشن. الشرح هذه المرة كلها
مش قادر يقفل بوقه والاريتيشن والكريمري جلاند هتطايبه كده جدا خلاص يبقى فين ترولينج ايه الاسوفجس وايه الاستومك لو حصل انفكشن اوف الاسوفجس لو الاسوفجس اتضرب اعرفها ازاي هتلاقي العين عنده حتى ايه ديسفيجيا واوديوفيجيا ديسفيجيا الم بين اوف سوالو واوديوفيجيا اللي هي ديفيكالتي مع السوالو في صعوبه في الفم لما تلاقي العين بيقول لك مش قادر ابلع دي معناها ان الاسوفجس بدل يفصل اخيرا جه الاستومك طب لو الاسوفجس ايه اللي اتاثرت كان ما تعمل ايه بالاضافه اللي بيجي لك فين وجع شديد جدا في منطقه كده بالاضافه للهيمتريك خلاص ادي الاربعه من الستيشن حد جاي ايه ترولينج ايه اسوفجس ريستور طيب ادي اول حاجه نمره اثنين ريسبيراتري لو شم الفيبر دي او حصل له فوميتنج ودخل في الاير باكج اخطر حاجه بتحصل هنا او المميزه يعني اللي هي الهورس ريت اند سترايدر حاجتين مشهورين جدا هورس ريت هو ده الكلمتين دايما يا جماعه في كل المواضيع اللي بتتكلم في السيكولوجي والله ما حد فينا حافظ الهورس ريت كام بس عارفين كده ده اربع كلمات دول اثنين دول اللي ضرب عليهم الباقي كله راسي ملوش معنى نفس الكلام الريسبيرات اهم حاجه دول هورس ريت هورس هو ضغط كويكلي فور سترايدر اللي هو نويز انسبريشن تنفس كام بيزيق كده بسموها ايه؟ صوت نويز انسبريشن كده تنفس مزعج خلاص هورس ريت نمرة ثلاثة لو جه على الجلد يعمل ايه؟ أشهر حاجة اسكر طبعا ولازم أحفظ لون الاسكر اسمها اسكر هتمزق ايه هتصبح بقى هتمزق قشر الاسم كله عندنا بيقول قشر فانتوا في الورم هتضطروا تقولوا قشر ايوه وهي غلط هنقول اسكر اسكر يعني ايه يا جماعه؟ يعني وجيت جت لنا كلمه سكار اسكر جت لنا كلمه سكار معناها الكروس دي لما بتيجي على الجلد يفضل ياكل الجلد كده يعمل لي حاجه اسمها سكار او اسكر الاسكر فيها الوان ولازم احفظ الالوان بتاعتها لو كان سلفوريك اسيد سلفوريك اسيد ده مشهور هيجروسكوبيك افكت او صور صوره كونديشن اسود بلاك لو كان نايتريك اسيد يلوش لو كان اتش بي ال يعمل لي ريد اخيرا البطاط اللي هو بيبيضوا بيه الملابس ده هيعمل لي برضه وايت اسكر يخليها ايه لونها ابيض كل اللون من دول ده مهم لو جه على العين برضه ياثر عليها والافكت بتاعي بيموت ازاي؟ انت فورت حاسس من الحاجات دي بتموت ازاي؟ الكروسيس هو السم الوحيد في الكتاب اللي بيموت في جميع المراحل سميناها سيل بي سيل سي او سيل بي ايه سيل بي دي اهي يموت اولا شوك نيوجين شوك صدمه عصبيه اللي بيشرب ميه النقي بص يا جماعه ولسه لما يكون شجاع على بقه كده ممكن يموت ساعتها من الالم الرهيب نيوجين شوك يموت ساعتها خلاص الايه اسمها اسفيكسيا اديما الفيبر اللي شبهها دي او لو رجع ولا حاجه تعمل اديما اور ذا فوكال كورد تشيل الكي اللي هي دي هايدريشن بوست البومتنج والهيدريشن والحاجات دي الكي بقى فيها بيرفوريشن في الصمت دي بتحصل في ثلاث ايه او اخيرا لو خلف من ده كله هيموت بعد عده اسابيع من الكشكشة لان المايت المرة اللي شربها او الكروس اللي شربه عور الاسوف كده وهو كده بيتوزع بعد ده يلم على بعضه ويقفل فريكشن يبقى ده يعني هيخش بقى ياكل ويقدر يحفظه كشكشة هتموته خلال اسابيع بيموت في جميع المراحل طب انفستيجيشن ايه الانفستيجيشن اللي بعملها؟ واحد شرب ميه نار ايه الفحوصات اللي بعملها له؟ اي حاجه هتقولها ماشي بلاد جايز بلاد الكترولايت اي كلام كلها هتقول تشيست اكس راي طبعا مهم دومينال اكس راي لكن اهم انفستيجيشن طبعا اللي خدتوه في الاي ان جي اللي هو اندوسكوبي اهم انفستيجيشن هو ده طب احنا بقى مستثنين عن الاي ان جي ان الاندوسكوبي عندنا لازم يتاخد يتدخل كده في خلال 12 ساعه معرفش ايه دي قالوا ايه ما خدتهوش احنا عندنا بس فده فيه الثلاث سنين احنا عندنا بص يا جماعه عندنا الاندوسكوبي اول ما العيان يشرب حاجه في الروس او كده هدخله الاندوسكوبي في خلال 12 ساعه من الانتاج كده بيكون الوند لسه قوي شويه لو استنيت بعد كده بعد يومين او ثلاثه او خمسه او كده الفتره دي يكون الهون اضعف ما يمكن يحصل في الفوريشن بمنتهى السهوله خلاص فاحنا عندنا بلازم نسيب بدري ولازم نتاخد بدري ليه بقى؟ عشان احدد كمان البروجنوز بتاعه لان المشكله بتاعتنا زمان لما كان اي طفل يشرب مثلا كروز بطاطا ولا حاجه كنا بنعمل ايه؟ بناخده عندنا في المستشفى يفضل قاعد في المستشفى عندنا اسبوعين ثلاثه ونتابعه شويه يحصل له ايه؟ طبعا ده غباء يوقف اول ما الوقت يجي لنا تعالى نركب له منظار ونبص على الليجر شكلها ايه؟ هتلاقي الليجر حاجه من ثلاثه يا جريد 1 مجرد اريثيما احمرار بس كده لو جريد 1
قول له روح يا حبيبي مش هقول لك حاجه ولا في الفريش ولا اي حاجه يا دوب بس تقول له ايه اول يومين ياكل حاجات سخنه مهلبيه ولبن وحاجات كده ما ياكلش حاجه سخنه خد علاج مش محتاج بقى يروح في المستشفى ولا حاجه لو لقيت اجريسيف اكتر شويه بقى بدا يحصل له اكتر اشوف لقيتها اكتر تايني وصغيره كده يبقى جيتو ايه السكريت اكتر صغيره لقيتها اكتر كبيره وماسكه بعضيها ومحوطه البتاع كلها يبقى دي مسألة 2 بي كل واحدة بتقول ليها علاج الـ 2 A غالبا بتتعامل معاملة 1 والـ 2 B قريبة جدا من الـ 3 لو لقيتها جريت 3 بقى أخطر حاجة كل الهول متكاملة تقريبا بس لسه ما حصلش في الفريش فكل اللير يبقى دي جريت 3 دي أخطر حاجة وده احتمال يحصل له فريشن عالي جدا والفريكشن والحاجات دي عالية جدا خلاص فالإندوستري أهم انفستيجيشن عندنا خطير مهم جدا طيب اعالجه ازاي؟ يلا علاج الكروسيف اللي شارب بطاط او وايت نار اعالجه ازاي؟ علاج بتاعه خلي بالك اول حاجه سبورت السي 3 اير كده ما تهوش في الاول الايه لو عرفنا اير واي اللي خد الاير واي دي يبقى كيرو فريستريشن اير واي اطمن انها مصدر الايه الثانيه لازم نديله انرجيتك انا بقول لك العيان ده بيموت من الالم كده بيوجد شر لازم ياخد انرجيتك مضطرب تصل الى مرحله الكورتيزون دي حاجه قويه جدا عشان دي سوء لو المورفين انا مش عارف مورفين الايه الثالث اللي هو الانتي شوك ميجر والله مش فاكر انتي شوك ميجر واحد كان فيها جيش اعلق بقى المحاليل والحاجات خلاص النقطه الثانيه خلي بالك السم الوحيد الكروسز هو السم الوحيد في الكتاب اللي قبل ما اقول للدكتور اعمل له ايه؟ اقول له ممنوع اعمل له كده كونترا اندكيتد مهم جدا في الاجابه عيان الكروسل ممنوع يعمل اربع حاجات كونترا اندكيتد الطفل ممنوع يعمل ايه؟ اولا ممنوع تخليه يرجع اديب لان لو رجع هيزود فيرتر ديستراكشن كده ميه النار في مهنات عماله تقطع كده صبغه لو خليته يعمل امثل هيكمل على الشوايه الطويله اللي عنده يبقى هيزود ايه فيرتر ديستراكشن نمره اثنين ممنوع تديله اكتيفيتد شاركول ده ان شاء الله طب ما تقول مش هيضر لو اكتيفيتد شاركول فالفول ده حاجات ما بتزقش عليها اولا طب ما تقول ايه المشكله لا ده غلط وممنوع تقول ليه ان شاء الله لان اهم حاجه للعيان ده ان انا اعمله اندوس بالبنزار لو كنت مديله اكتيفيت شاركول ودخلت البنزار وراه مش هشوف اي حاجه الدنيا كلها سودا وجامد بيغطي السكيلز اوف فيجن وبالتالي مش هشوف بقى ولا جريد 1 ولا 2 ولا اي حاجه خلاص يبقى ممنوع تديله اكتيفيت شاركول ده احد السموم القليله في الكتاب اللي يمنع كونترا اندكيتد تبتدي الحاجه الثالثه ممنوع جت الطباش تعمل له ايه؟ الكوريشن على طول يمنع تماما نمر اربعه ممنوع النيوتراليزيشن كلام الفاش بتاع زمان الواحد شرب اسيد شربه وراها الكل نعمل نيوتراليزيشن طب الكلام ده ايه السر في الاكشن ماشي يا جماعه بيت العلاج بقى عادي اشربه لبن ومش عارف ايه الكلام ده سهل ومش حاجه كسر نوع من الكروتين النوع اللي فات هو الايد اورجانيك اللي هو التيبيكال وعرفنا بقى الفين والدروني والكلام ده في نوع تاني من الكروس اخف شويه وابطا وفيه كده اسمه اورجانيك كروس ودول المثالين بتوعهم مشهورين جدا سمين كانوا موجودين في كل البيوت المصريه زمان واحد اسمه سم الختامين اللي هو الكربونيك اسيد اللي هو الفينيك موجود في كل البيوت ودايما الختامه بتتحل فيه تشربه كده اه موجود انتي افيربول وشيب وكتير في كل حاجه هل الخدام دي غبيه انها تستطيع تقول لا مش غبيه خالص لانه ده بيعمل فين بتكون كل حته اي حاجه حاجه بطريقه ذكيه جدا في الصحافه ماشي يا جماعه لو هو جه فين فين الدرس لو كان انا سيبك السجن رائع في الصحافه ماشي يا جماعه بعد كده هل ينفع مسدس ولا ما ينفعش ده اللي هو كان بيقول كده في نوع ثاني بقى اسمه بذلك اسد كان موجود في كل البيوت المصريه زمان كل البيوت زمان كانوا بيستعملوا الحاله بتاع المطبخ والحاجات دي المطبوعه من النحاس فلما كان يضطر يجرب يعني صب يعني يدعكوه بحاجه كده شبه السكر فتوضيع كل البيوت المصريه زمان هو اللي قلت لك اسف كده يسموه سكر الليمون سكر الليمون خلاص يوز فور ميتال بولش وقلت لك قبل كده الدكتوره دينا كانت تجيب السؤال كده ديسكاس لاين اوف تريتمنت اوف وان فور ذا بويزن يوز ذا ميتال بولش فانا بقول لك اوكاليك اسيد وتريحنا تجاه الفريق طبعا على اخر السنه بتكون كل الحاجات دي بتبقى
ده صعب يعني. ماشي بقى يبقى جاي يوز ايه ده مثل بولش بيجمعوا فيه الحاجات زي السكر كده. فالاطفال اللي بيكونوا سكر فعلا متخيلين العيله دي وقتنا كلها توكسيس والسكر كده. طيب ايه الاكشن بتاع كل واحد فيهم؟ اتفقنا ان دول اسمهم ايه؟ اورجانيك ايه تيبيكال ليهم لوكال وريموت اكشن. اللوكال اكشن بتاعهم مايل بطيط مايل كروز. فتلاقي الخدامه دي لما شفت الكربونيك اسيد عملت لي اكثر خطوطه كده سوبرفيشال اكثر والوول حتى فيك، وبالتالي الكيميكال معناهم ايه؟ سوبرفيشال اكثر وفيك تكنيكال جاب في دول. الكيميكال معناهم ايه؟ معناه اعمال دلوقتي في الاول الانصاب ما خافش ان يحصل سوبرفيشال. خلاص؟ لما جاب في الاباج كان بيضم الكيت اوف كربونيك اسيد كويس صح ولا غلط؟ صح هنعمل زي ليه؟ عشان تيك وول سوبرفيشال اكثر. نمره اثنين بيعمل لي لوكال انستيك اكشن. عشان كده الخدامه دي في الاول هتلاقي كده كده الكابشن في الكابشن بيقول لك ايه؟ الخدامه اللي بتفتحها دي عندها سيل وهومبنج ويتش لاتنسي كتير. الاول في الم وفي خلال ثانيه الالم ده بيختفي. ترجع شويه لان في الاول بيعمل ريتيشن فبترجع بعد كده ما فيش حد ما بيحسش باي حاجه وبالتالي بومبنج كمان بيقف. يبقى سيل اند بومبنج ويتش لاتنسي كتير يختفي يقف ما بيكملش عشان يزقر الاسود. طب لو جه على الجلد يعمل جنجرين ليه ان شاء الله؟ لان لوكا انا تخيل حاجه بتاكل الجلد وانت مش حاسس بيها تفضل تعمل لي ايه جلد؟ خلاص؟ اخيرا ريموت يتك انت معايا ولا ايه؟ واقف على كده؟ لا 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 نشوف الجلد بتاعتها بسرعه. طيب الريموت اكشن بعد ما يحصل له ابزوربشن يبدا ياثر على الاورجانز البعيده. يعمل الاورجانز البعيده بقى اهو على السي ام اس يعمل الحركه الشهيره اللي اغلب السموم اللي في الكتاب بتعملها وقاعدة عامة في الكتاب كله. أي فيلم بيقول لي initial stimulation depression في الـ stimulation stage يعمل لي زي ما أنت عايز بقى. تقول لي twitches, tremors, anxiety, irritability, أي حاجة. بس لازم تقول لي كلمة convulsion تقع عشان جاي. خلاص؟ طب في الـ depression stage يعمل إيه؟ مرة يقول لي drowsiness, مرة sleep, مرة coma, مرة مش عارف إيه. لا، كلهم زي بعض. أي depression يعمل لي الجملة دي. DSS, super common, and depression of respiratory system. We must have a mental health. What can call the smooth step? Relation of depression by respiratory. Number three, we ask our heart, direct toxic effect our heart. لما ثلاثة على الكيتني فنزالة من الختامين ده يقدر كل أجهزة الجسم ضمنهم الكيتني يعمل أكيوت جلوبال تأثير مباشر على الكيتني. هنلاحظ ان دلوقتي اوكسيد اسيد كمان بيأثر على الكليه بس بطريقه مختلفه تماما. ده تأثير مباشر انما ده بطريقه غير مباشره. نشوفها دلوقتي. نمرة اربعة على الدم الكربونيك اسيد بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها هيموجلوبينيميا. يعني ايه هيموجلوبينيميا؟ يعني الاوكسيدايزنج افكت بيحول السكر اللي في الدم الى فيرفكت. يبقى الهيموجلوبين تحول الى مصيبه اسمها هيموجلوبين. قاتله مميته طبعا. اخر سنه بقى توقع على السؤال يجي يقول لك قول لي بقى السموم اللي في الكتاب اللي بتعمل من هيموجلوبينيميا. تجميع اشهر واحد فيه هو الكربونيك اسيد. في حاجات ثانيه في واحد في الاخر غالبا بيتشطب دراج بيتشطب كده دول ناس ثانيين. على طيب كلمه بيتشطب بس يبقى في النهايه كده داخلين في اثنين ثانيين بقى لو وقفت على راسك عشان تجيبهم. معنى علينا اللي هو السيب استعمال في علاج الثيانايد الرون نايترايت والتايم نايترايت فور عمال علاج الثيانات علاج الثيانات اللي ما حضرش الثيانات يا جماعه هناخده بكره ان شاء الله في الراوند الرابع. المشكله عندنا بكره من 7 ل 8 هو لازم يعني مش هنقدر نحضر. كلموني بلغه ثانيه لما اجي الاخر يعني. لا انا مش مركز في حاجات يعني دول ده غير مركز. ده ينفع ثلاث فكره ولا بالتالي ده ينفع ثلاث حاجات.
دول اشهر حاجه تعمل فكر المدينين يعني اتروح يا اخي ما تفكرني تاني طبعا الميتابوليزم الميتابوليزم فيها ايه نقول الاول دي الستيميليشن اي حاجه تعمل ستيميليشن في الاول يبقى العيان بيتنفس بسرعه فكده يطلع فيه وتوك كبيره فيها يعمل لي الكروزي سموها ايه ريسك الكروزي ودايما قاعده عامه في الطب لو حد حصل له الانفلاتور انتيروز الجهاز الثاني اللي بيعوض هو الكيدي عكس ده بتقول تبدا الكيدي يطلع كميات كبيره من الميتابوليت دايما العكس بالظبط لما الكيدي يكون هاي البايظ الميتابوليت اسيدوز يبدا العيان يعمل ده بريدنج عشان يعوضه ده حاجه العكسها يعني خلاص فهنا في الاول الفيروس الانتيروز لان حصل له تكتله طلع السي او2 كل اللي عنده فحصل له انتيروز خلاص الكيدي يبدا يطلع الكيدي يطلع كميات كبيره جدا من الميتابوليت عشان تطلع الوضع ده لكن للاسف الكيدني انا لسه قايل لك فايروس اكيد برمايل الفايروس تطلع بايكربونيت كتيره جدا ما تقدرش توقفها فالعيان يتحول من الفيروس الاكلون الى ميتابوليك اسيدوز بس يعني حسين المخ يكون فيروس الاكلون او ميتابوليك اسيدوز ها مع الكربونيك ماشي يا جماعه طيب الثاني بقى اللي هو الاوكسالك اسيد اللي هو السكر الليمون اللي بنسمع عليه ده ده برضه نفس الكلام لوكال افكت بايز بروتين يعمل لي برضه اسكر وايت شيت كده كده ريموت افكت بتاعه هو اكشن واحد وشهير الاوكسالك اس ده يا جماعه لو انت حاجه زي دول في غايه الاهميه كتير كتير قوي ده كل بروتين الاوكسالك اس مشهور جدا ان هو كل اللي بيعمله ان هو شره جدا للكالسيوم بيعشق الكالسيوم عشق فظيع فيعمل لي ايه لما امسك الكالسيوم؟ ده كالسيوم ده اوكسالك اسيد يعمل لي حاجتين كالسيتين اول كالسيوم يعمل لي حاجه اسمها كالسيوم اوكساليت الكالسيوم اوكساليت دي عباره عن كريستالات تفضل ماشيه في الدم تروح للرينال تيوبيول في الدم تعمل لي رينال فيلر يعني خلي بالك ده بيعمل رينال فيلر وده بيعمل رينال فيلر الفرق بينهم ايه؟ ده دايركت افكت اللي هو ده بيسموه اوبستراكتيف نيكروبي افكت الاوبستراكشن فكر ايه في الثلاثة خلاص؟ ادي اول جلسه جلسه الكارثة الثانية ان لما الاوكسالك اسيد الغدو ده يمسك الكالسيوم اللي في الجسم يعمل لي سيفير هايبوكالسيميا هايبوكالسيميا طب ايه خطورة الهايبوكالسيميا؟ مشكلتين على طول هايبوكالسيميا تعمل لي مشكلتين اولا تيفاني وسباز موفر سبايرات المصل يموت من البريفرال افكشن يبقى ده سنترال افكشن ديمنشن زين ديبريشن انما ده بريفرال افكتيا من سباز موقف الفرد نمرة اثنين مشكلة الهايبوكالسيميا الثانية ايه؟ يعمل لي كارديك ارستنج ذا ستول تعمل هارت قد كده وي حركة خلاص؟ يبقى ادي المشكلة بتاعتي ايه؟ يعمل لي كريستالات وكارديك ارستنج ذا ستول اهو السؤال ترو اور فورس بوث كابوليك اسيد اند اوكسالك اسيد يعمل لي رينا كومبرومايز فايز ميكانيزم صح ولا غلط؟ غلط 100% واحد اسيد رومان اسبانيا والثاني اوستراكتيف بالظبط كده بعد كده هناك بيكشر اترجم بقى انا قلت لك هناك بيكشر فين وجومتنج بيختفوا اذكر مش عارف ايه خلي بالك بقى في ناس سيميليشن زين ديبريشن والله ممكن تقول سيميليشن تكون فيرجن خلاص زي اي سيميليشن بس عشان خاطر عشان خاطر مع السيمون اوعى تنسى الكلمه دي كونستريكت كيوبل والله بعض الناس السيمون على فكره بيعمل سيميليشن قوي جدا للايدنجا في السبان نيوكلير يعمل لي مايوز بعض الناس بيقول لك انه بيعمل بين بوينت ستيوبل زيه زي المورفين جات لك كيس في الامتحان وقال لك عيان عنده بين بوينت ستيوبل اوعى تتسرع وتقول عليه مورفين لان ممكن يطلع ده اثنين بقول لك خلاص هما الاثنين بيعملوا له مايوز محترم وهما الاثنين في الجدول اللي احنا قلنا عليه او بي او بي ترايد سي تي سكوبا ساينوس والتريتيف مش كده؟ قلت له بوستر اوبيا مورفين طيب على الكيدني بيعمل ايه في الكيدني؟ اي سم ياثر على الكيدني بيعمل جمله واحده كفه مع كل السموم اوليجوريا ويز اي بي سي انيوريا ان انيوريا يبقى اوليجوريا معاها اي بي سي انيوريا اللي هو ايه؟ البومين بلس بار انيوريا ان انيوريا وفي الاخر خش الفولو تاني خلاص؟ الحاجه المميزه بقى عشان فضل الزاويه ده
ان اليورين بتاع الكبتامين دايما لونه اخضر جرين ان كلر. اول ما بيتعرض لهواء بيحتوي على حاجه اسمها الهالوفينول بتحسس كده. كان زمان ده كان الاثار بتوعنا كان يقول لك كده شادم سبتامه قادمه اخضر كده وحمر امور بتغلف في الاخر بالايثانول. ده مشهور قوي. الكبتامه اللي هي بتيجي الكبتامين ده التكر ده الاخضر لون اليورين يكون جرين ان كلر وبكل العلاج الخمر الانترول. طيب التاني بقى برضه نفس الكلام التكر يكون ايه وجهه وايت سيستم الريموت افكت بيعمل لي بيقطع الكالسيوم بيقلله فيعمل لي هايبوكالسيميا بيعمل لي كيتاني وخدناها في الفسيولوجي زمان. كيتاني بيعمل حاجه اسمها كاربوفيدال ستاز اتوه شكلها ايه كاربوفيدال ستاز دي؟ كاربو فيدر يعني ستاز الهاند روتين خلاص وايد عامله كده بالظبط يعني فليكشن هنا في الريت فليكشن في التكامل في الانجير واكستنشن اوف الانتر في الانجير نفس الشكل ده يسموها يد الوزن. ما هي بقى مش فاكر ما اعرفش انت قلت ثاني مره قديمه ما اعرفش ماشي يا جماعه. وبالاضافه طبعا ليها الفيلير الزليت كريستال الكلام ده مهم جدا. العلاج بقى خلاص ده ما فيهوش حاجه ماشي ما فيهوش حاجه العلاج ماشي طبعا علاج العلاج الاوكسالك اسيد جاش الكالسيوم ده اديله كالسيوم بكل الطرق هو الغور وكل حاجه خلاص. يبقى لما حد يقول لي ايه استعملت الكالسيوم في الطب الشرعي هم حاجتين اساسيين اوكسالك اسيد وكالسيوم شانل بلوكر هم دول الاساس خلاص. دي ايه كام يلا اول حاله اول حاله لا 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 سايت مشروط بص كان معايا طفل عنده 30 راح المستشفى اصلا رينجينج اديت انفكتد فيلد سوري اكزاميشن نو ان فوما بص بقى فوما كل اكتيوبي على طول افكر في او بي او بي اوكي فينو كان افكر وطيب ما فيش ريش دعوه بس 120 بالفضل كده يورين وان يو اند ذيس كلر ريشن جرين بس خلاص بقى التشخيص تام جدا مفيش حاجه خلاص. في حاله فينول كربونيك اسيد 100% وات از يور دايجنوزس كربونيك اسيد بودي فينول وات از ديبند تشينج ان يور كلر عشان تهز فينول تمام او كان دي علاج الكربونيك اسيد العادي من الكتاب منشن انذر بويز ذا فولت بي 20 كيوبيك طبعا الموديول وات ديت ما فيش اي حاجه كيف هيك ولا في اي حاجه هي بس المفتاح بتاعها موضوع 3 بيز كونسيبت بروجرام افكر في جاي طيب الحاله اللي بعد كده طفل عنده سنتين swallowed a household product from the bathroom he vomited blood in his throat he was transported to hospital. خلي بالك يرجع دم مكانه فقط فلوس على طول complained of burning pain in his mouth او طبعا في بقى ايرون حاجات ثانيه على الجسم طب كل ده مالي ولا صفحه 92
صفحه 92 الحاجات دي ملغيه جيب الاكونت اون ليتس باشر تيم وبروبرتي اوف كليب دي مشطوبه تماما كانت موجوده في الكتاب السنه اللي فاتت فين دول الصفوف 92 طب سؤال شو ذا بيست ثينج انسر رقم 12 35 مشطوبين مش علينا قبل ما تجيبوا الكلام مشطوبين 12 و35 الباقيين في النص في اسئله ممكن ما تلاقيش موجوده غيرها في الكتاب بس هو مش فكرهاش انا قاعد ناس في المحاضرات وممكن تجيها انما دول مش هيجي خالص خلاص ال 15 30 دول مشهورين خالص مش عارف ايه تاني سؤال 52 مشطوب سؤال 72 اجابته غلط المفروض انسر في نوت دي واللي وراه 72 73 الاثنين دول الاجابه 72 جت في ولا جت في بينما 73 جت في ولا جت في قلت الاجابه المعكوسه بقى سؤال صح وغلط رقم 1 و6 دول مشطوبين مش عليها خالص ترو فور جيب ايزو دول مشطوبين رقم 1 رقم 6 صفحه 204 الرقم مش مكتوب فيا ريت يمكن تشوف لي مش عايز ارقم كام سته ده مشطوب مشطوب خلاص ماشي ان شاء الله شكرا يوم الثلاثاء قالوا هو اللي عايز يكون معيد ساعتها شكرا يا جماعه.